ابتدي معاك من اللقطة ديت اللي انت بترفع فيها كاس البطولة الكونفدرالية. المشوار ده انت كنت مصدقه انه في الاخر هيبقى فيه البطولة دي؟ صدقته من ماتش التا سولال لما لقيت جمهور الزمالك مصدق. احنا الشوط الاول يعني احنا هناك كنا خسرانين 2-0 ورجعنا في استاد القاهرة دخل فينا جون الشوط الاول, فداخلين بين الشوطين لقيت جمهور الزمالك بيشجعنا. فانا صدقت, لا انا صدقت اللي احنا هنرجع. ومن الماتش ده رجوع الماتش ده يتحسب لجمهور نادي الزمالك عشان هو صدقنا فخلانا نصدق. فلما صدقنا قدرنا ان احنا نوصل للفاينل ونفرحهم في الاخر, وده اللي انا قلته لهم لما جونا النادي من فتره. انا بتكلم معاك كتير بره الهوا ومن وقت الكورونا لما كان تيم كامل في الزمالك نتكلم مع بعض, انت كنت مصدق في الفرقه دي. وانا عارف ان انت طول الوقت مصدق في الـ في, الـ في الامكانيات اللي موجوده. ايه اللي اختلف قبل كده عن دلوقتي خلاكم تحققوا البطوله الكونفدراليه, ومع الوضع في الاعتبار ان اللي فات انتوا حققتوا فيه بطولات كتير, يعني عشان ما اخسفكمش حقكم يعني. البطوله دي بالنسبه لنا كانت مميزه لان هي جايه بعد تغيير مجلس الاداره. يعني البطوله دي مهمه لينا والمجلس الاداره اللي احنا اللي احنا بنديهم شويه هدوء. يعني يهدوا, كان عليهم ضغط من بره ده حقيقي كبير, ده حقيقي. فبطوله زي دي تخلي الدنيا تهدى في النادي. يعني الجماهير تهدى, مجلس الاداره يهدى ويبتدي يشتغل من غير ضغط. فكانت البطوله دي كانت مهمه جدا في الوقت ده لكل الاطراف. انتوا كلاعيبه او انت تحديدا كواحد من كباتن الفرقه او انت كابتن فرقه نادي الزمالك, لما الماتش الاولاني انت مغلوب من نهضه بركان 2-1 وبدا الكلام يبقى كتير, لا نهضه بركان هيسجل هنا والدنيا تخلص والزمالك مش هياخد الكونفدراليه والكلام عن القدرات والكلام عن كنت بتتكلم معاهم بتقول لهم ايه؟ هو في الماتشات اللي زي دي يا ابراهيم مفيش كلام كتير بيتقال, لان انت كل واحد عارف احنا داخلين على ايه. واحنا متفقين من الاول من قبل ما الموسم يبدا, لما اتسالت قبل كده في مداخله قلت لهم هي البطوله دي الاهم بالنسبه لنا, الاهم دي الاهم بالنسبه لنا في الفتره اللي احنا فيها, لان احنا جايين من مشاكل كتير جدا. فكان مهم البطوله دي تبقى في نادي الزمالك. فاللعيبه كانت حاسه بالدور ده, فده بيسهل مأموريتي انا ككابتن فرقه. صحيح. مع عبد الشافي, مع عمر جابر, مع فتوح, زيزو, اوباما, لا يعني هو في كباتن كتير. فالناس هم محمود علاء, ونش, فدول بيسهلوا عليك المأموريه. بتعرف تجمعهم ازاي حواليك؟ يعني انا دايما لما اسال لا شيكابالا هو اللي بيجمع, هو اللي حتى في موضوع فتوح انت كنت انت اللي بتحاول تلم وتجيب يمين وشمال وكده, بتعرف تجمعهم ازاي او ازاي تكوين؟ خد بالك انا احكيك بصراحه, يعني نجم شباك ورقم واحد وواضحه للكل ما فيهاش, يعني نفسك تكبر شويه شويتين ثلاثه وده بيبقى يعني طبيعي. انت ازاي بتعرف تكسر الحته دي وتتعامل مع زمايلك ان انت واحد منهم وان احنا مع بعض لحد ما نحقق اللي احنا عايزينه؟ بص, الميزه يا ابراهيم لما انا كنت في الناشئين وطلعت في الدرجه الاولى اللي انا طلعت وسط نجوم كبيره جدا. ايوه, يعني بدل النجم لا هم كتير 20 نجم. انت بتتكلم بص كل الناس كانت في الفرقه دي. فده بيخليني اللي انت على طول تفضل لما كنت بتعلم منهم بشوفهم اللي انت على طول مهما انت نجم مصر كان معاك حازم امام. ايوه, وبيتعامل معاك كأن هو اللي لسه طالع من الناشئين. فده بيخليني انا دلوقتي لازم راسك تطاطي وانت نجم.